إن وجودنا بينكم للاحتفال بالذكرى المخلدة لهذه الملحمة البطولية إنما هو بتكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يحرص على أن تحظى علاقاتنا بالشقيقة تونس بالخصوصية والتميز لما يجمع البلدين من وشائج أخوة وحسن جوار وتاريخ ومصير مشتركين. وقد عبر عن هذه الإرادة الصادقة التي تطبع التعاون بين الجزائر وتونس رئيس البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى بلده التالي تونس يومي 15 و16 ديسمبر 21، والتي كللت بالتوقيع على عدد هام من الاتفاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتوجت بإعلان قرطاج الذي يرسم معالم طموحة للرقي بعلاقاتنا الثنائية. إن نتائج هذه الزيارة الرئاسية ستتبلور أكثر في الاستحقاقات الثنائية القادمة، لا سيما اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية، وهذا بغية الارتقاء معا بمستوى التعاون الثنائي إلى مصافي شراكة فعالة ومتضامنة تكون في مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين ومبنية على أهداف التكامل والاندماج وفق ما تقتضيه متطلبات الحاضر ورهانات المستقبل المشترك. ولعل من أبرز هذه الأولويات التي ستكون بلا شك موضوع تشاور وتنسيق مستمرين بين حكومتينا هي تحقيق التنمية والتكامل بين المناطق الحدودية الجزائرية والتونسية عبر وضع تصورات وآليات جديدة وبعث مشاريع تنموية مبتكرة من شأنها أن تكون أكثر واقعية وتعود بالمنفعة المتبادلة والمشتركة لسكان هذه المناطق.